موقع أنا السلفي. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب، يعني في الليالي الأوترية أقرب. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهي تنتقل عباد الله كما قال أهل العلم ليست ثابتة في ليلة واحدة، تنتقل من ليلة إلى ليلة، من عام إلى عام، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. والعبرة من إخفاء ليلة القدر. كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينزل آية، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديثا يحدد فيه ليلة القدر بالتحديد، إن ليلة كذا، ولكن هذا لم يحدث، كما لم يحدث في سائر الأوقات الفاضلة كساعة الإجابة يوم الجمعة. لماذا؟ حتى يشهد الناس في عبادة الله في العشر الأواخر كلها، وحتى يتبين الصادق من الكاذب. فعندما يجتهد الإنسان في طاعة الله في العشر الأواخر مما لا شك فيه، سوف تعلو درجته وترتفع منزلته، ويكسب الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وحتى تبين الصادق في طلبها من الكاذب في دعواه، فالصادق في طلب ليلة القدر سوف يجتهد في العشر الأواخر كلها. عباد الله، ليلة القدر فرصة عظيمة. يكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يكفينا أن ليلة القدر أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة سميت باسمها، نتعبد لله عز وجل بتلاوتها: لئن يرث الله الأرض ومن عليها. سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن نزل في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة مباركة فيها بركة ورحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ليلة ذات قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقيل سميت بليلة القدر لأنها فيها مقادير العام، تنفصل المقادير العام من اللوح المحفوظ إلى الكتبة إلى الملائكة: من الذي يولد، من الذي يموت، من الذي يحج، من الذي يعتمر، من الذي يتزوج. مقادير العام تنزل من اللوح المحفوظ وتنفصل عن اللوح المحفوظ إلى الملائكة في هذه الليلة المباركة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدراك يا محمد ما ليلة القدر؟ كما تقول الإنسان فلان: وما أدراك ما فلان؟ تعظيم ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تخيلوا عباد الله، ليلة القدر خير من ألف شهر في البركة والثواب والمغفرة والرحمة والأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر يعني حوالي أكثر من 83 سنة. أنت هتعيش في الدنيا قد إيه؟ 50 60 70 سنة 80 سنة. ليلة واحدة إذا وفقت وعبدت الله عز وجل فيها فهي خير من ألف شهر، يعني خير من 84 أو 83 سنة. انظروا إلى فضل الله، انظروا إلى الفرص التي نضيعها من أيدينا. ومن الذي أخبرنا بذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا؟ هل نحن فعلا مصدقين بقول الله؟ هل نحن نصدق قول الله؟ والله لو عندنا يقين في قول الله عز وجل ذلك ما نمنا أبدا في هذه العشر، ما نمنا أبدا في هذه العشر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فرصة عظيمة لابد أن نغتنمها. عباد الله، تنزل الملائكة والروح فيها في هذه الليلة المباركة. تنزل الملائكة، قيل إن عدد الملائكة في هذه الليلة أكثر من عدد حصى الأرض، والملائكة لا يتنزلون إلا بالرحمة والمغفرة والبركة من الله سبحانه وتعالى. والروح فيها وهو جبريل عليه السلام، خصه الله عز وجل بالذكر لشرفه ومنزلته ومكانته. جبريل عليه السلام ينزل في هذه الليلة المباركة. وأنتم تعلمون ما جبريل، وما أدراك ما جبريل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي سلام على عباد الله المؤمنين لكثرة من يعتق فيها من النيران ويسلم فيها من عذاب الله. فهي سلام على المؤمنين، على العابدين، على القائمين، على الراكعين، على الساجدين. عباد الله،
ليلة القدر تبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر، وهي في العشر الأواخر من رمضان. فعلينا أن نغتنم هذه الفرصة عباد الله، لا نضيعها. استحضر النية من الآن أن تقوم الليل كله، أن تعتكف، وإن لم تعتكف اعتكف حتى اعتكاف ليلي، تهجد بالليل، اغتنم هذه الفرصة، فربما لا تعود مرة أخرى عباد الله، ربما لا تعود هذه الفرصة عباد الله مرة أخرى. كم من أناس كانوا معنا في العام الماضي وهم الآن انتقلوا إلى دار الحساب ولا عمل، يتمنون أن يعود إلى الدنيا لكي يغتنموا فرصة ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان. إنها فرص، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم الفرصة عبد الله، فربما لا تعود لك مرة أخرى. ربما يكون آخر رمضان عليك، صم صوم مودع وقم قوم مودع، كما كان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، صل صلاة مودع. فاستحضر أنه ربما يكون آخر رمضان تلقى عليه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. في هذه الليالي المباركة تتنزل الرحمات والفيوضات والبركات، ولكنها على من تتنزل؟ على أصحاب المقاهي الذين يجلسون أمام الشاشات، الذين يدخنون السجائر والشيشة، الذين يقضون الليالي في العبث والغيبة والنميمة، الذين يقضون الليل يتجولون في الشوارع. كلا والله، إنها تتنزل على أهل المساجد، على أهل الذكر، على أهل القيام والسجود والركوع، على أهل القرآن. عباد الله، فرصة لكي نتوب إلى الله ونستقبل حياة جديدة في هذه الأيام المباركة، لعل أن تصيبنا نفحة من تلك النفحات الإلهية نسعد بها سعادة ننجو بها من النار وما فيها من اللفحات.